لا شد اذا بيساعدوك النزالات. احلى قلب الطنجره. قوي 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 يا اميره. نعم. طلعوا الجاليات من ابتك يعني؟ ايه انا بحب الجاليه. انت ما بتحبي الجاليه؟ انا بحب الجاليه. لك الله يسلم لي دياتك. لك حبيبه قلبي. يسلم بيتك على الاكلات الطيبه. يا عمري انت ان شاء الله عجبوكم. امين برقبتك الحقيقه. كثير كثير طيبين والله العظيم. ريتوا الف صحه وهنا. بتعرفي ابني يعني ذا ويك نمبر 1 اجى قال لي انه كثير طيبين. ريتوا الف الف عافيه. معلش خدي من هون انه هو خلص طيب. تقبري قلبي. لك انا حبايب قلبي يلي شافنا بفيديو امبارحه شاف كيف اجوا لعندي بيت حماي مثل ما بتسموه، ما بعرف هن بيقولوا بيت حماي او بيت عمي، يعني حمي بيت العم يعني اهل الزوج. فشرفتنا اموره حبيبه قلبي، هيدي اول زياره لاميره. اي والله عنا هون بالبيت من بعد النقله الجديده. من بعد النقله حبيبه قلبي اميره، واحلى جمعه عن جد، احلى جمعه هي جمعه العائله. ومن بعد غياب ايه والله من بعد الغياب تطلع. انا ما تخيلت يا اميره مستفين لبعضنا والله العظيم، ما تخيلت تمرق الصيفيه وما اشوفك فيها. تطلعي على الضيعه كون انا بالبلد، صحيح. تنزلي انت اطلع انا على الضيعه. ابدا ابدا. يلا الحمد لله الحمد لله، خلصت الصيفيه. لا هلا خلص بقى كل اسبوع موعدنا باذن الله، باذن واحد احد. يلا هلا بعدك بكفي اللي جليتيهم، انا بدي استلمهم عنك. لا والله خلص ما بيصير هيك. انا شو عاملين لنا شاي وقهوه هالقصص؟ ولك تكره مع عيونك، لك تكره مع عيونك. يلا عمو حبيبتي يلا. يلا لمينا الطاوله وزيت الجلي، الله يبعث لك العافيه. ايه حبيبتي اميره شو عم بتجلي الجليات ومسحنا هالطاوله ونظفنا، وتعرفوا ورق العنب بس ينقط كلها سمنه كلها ورق عنب بعضهم وصعيش. يا جماعه دايت كثير طيبه ليلى، كثير انبسطنا. مرت عمي ايه عن جد هلا من بعد وجبه الغداء النظاميه هذا الدواء يعني ما ما من قريبه. ايه من قريبه. هلا بنحكي من بعيده. هلا احكي من بعيده. من بعيده شهاده لله. ايه كثير طيبه سلم دايتك. أميني. والله العظيم ناجحه فيها 100% 100%. الملح الحامض كله بتكتك على التكتي. لك ريتو الف صحة. سلم دياتك. انا بشهد لك. انا شو بنبسط بس اعمل اكلي هيك من اولها لاخرها انا لحالي وانت يا عش. عمو انا بنبسط بشهد لك هالطريقة هيدي. شهادة لله كثير طيبة سلم دياتك. ريتو الف عافية. يعني كلنا ما خلينا شيء يعني. على صحة وانا صحة والف عافية. ان شاء الله فرحة ولادك يا رب يا كريم. حبيبتي الله يبعث لك العافية. هلبتي هلبتي يا امو عن هلبتي هلبتي. اعتبر حالي عم بشتغل حبيبتي. انت غسلتها ورا علم وقفتها على المدرسة يا عمو. امانة شو تقدم؟ بدنا نساعدك انت لحالك. الله يقويك يا رب. الله يقويك. يا لوسو حبيبتي ما عندك سفير؟ ولو انا بعرف ما بيت السبع ما بيخلف القهوة والشاي عالسفير. سفير بعد امس. هلا هي هي الصينية. نعم. هي اللي اجت من العراق. ضلني ولا اجت من العرب؟ عن جد بضلني عند وقفتي اجت من العرب. وراح غسل جوط فواكه وطلعني بالسفير. جلسه غير شكل. وخلص بنقعد. جلسه غير شكل. جلسه غير شكل. يلا. وهذا السفير الغاز. هذا يلي ما لامت عنا ما بتشرب قهوه. اكيد اكيد بيريحني مدري ايه. رح اجيب الرقم. خي بتحسيه على طولك بتوقفي بتعملي كل شيء، لا بتطبي ولا بتعملي شيء. ما هيدا مشكلته بده قديه حلوة. عمو حبيبتي ما هالركبة زبيني بعد امرك، الثانية بعد امرك. كبيرة. هيدي هيدي ليلتي ليلى حبيبتي كبيرة بس ضيقة، بديك بتساع أكثر. مشان بتطبي عن جد؟ بتساع أكثر، إيه واحد اثنين ثلاثة، حد هلا ما هون أربعة، شو بدها تعمل هيدي؟ هون أربعة وهون اسم الله اسم الله. والله شيء شيء أربعة ثانية. بالنسبة للي ما عندي بره. اعملي معروف عمو الركبة الكبيرة زبيني. إذا بتقول والله بدنا أربعة يا عمورة حبيبتي. خاصة بربرة عنب شي دسم يعني. أكيد أكيد. يا شاطرة. ما أدري شو يمكن مي يمكن شغلة حبيبتي. أميرة كلها يا ليلى. ليكم. على السرعة أطير ربنا جعانين ورا عنب ورا عنب يا عمي. هذا كيف بيشتغل؟ أول. حطي بسم الله برافو عليك يا شاطرة. برافو ها شفتي؟ ركوي عائلية. شهادك بالعائلية. هلا نحن عاملين شاي. وعاملين قهوة. والفواكه والفواكه اسا بنجي القهوة حبيبتي لسا الحلو بنجي القهوة عم حبيبتي بدي اعرف بعد هالورق عم يوقف المحل بتعرفي شو هي قهوة بالانجليزي؟ كوفي او لا لا قهوة
هذه لغة بلد تاني. لما مثلا الأجانب بده يحكوا يقولوا قهوة بالعربي بيقولوا أخوة، ما بيعرفوا طبعا حرف الهاء. فرجيتها لأمك شو عم بتمشي. فرجيهم لوين وصلت المرحلة. ما شاء الله ما شاء الله. لكمل أنا كمان هون غسيل الفويكلي. شو رأيك يا مرت عمي؟ بلشوا ينشفوا معي. ما شاء الله، بس والله بياكلوا وقت يا ليلى. كثير. الظهر بطيئة. يعني هيدي لهلا قد إيه لهم وقت؟ يعني هو التجفيف عملية بتاخذ وقت. رح نشرب القهوة هلا من تحت إيدين أمورة. خففت مي لانه انا كنت مكتره الميات بقلب الركوه، بس عن جد بدي اشطفي للقهوه هلا. بدنا نريحها لمرت عمي، بعتناها لبرا تقعد مع اولادها. هو كل مره لما بتجي مرت عمي وبتكون اميره هون، نحن من قعده ومنريحها، نستلم كل شيء. ايه والله الله يعطيها طولة العمر يا رب. عزوقك اميره، بدنا نشرب القهوه عزوقك اليوم. يا سلام والله ريحة القهوة. أنا بضلني إلا لمرت عمي قهوة الصبح إلى نكهة شيء، وقهوة العصر بعد الغداء إلى نكهة تانية، واثنينتهم أطيب من بعض. هلا أنت أيا بدك تبلشي بالقهوة ولا بالشاي؟ اثنينتهم ماني عارفة. بتعرفي أنا بحس نبلش بالشاي تندوب هالثنينات اللي أكلتها معك، كل الحق معك. أنا جهزت هناك بالصينية بس الفنجين الشاي، هلا رح نزل كمان فنجين القهوة نفس الشكل هولي كمان يلي اجوا من العراق. ليكي ليلى حاجة بحس ما بقى بدها قهوة صار؟ بسم الله. ايه شو رأيك؟ بتشهي. سلم دياتك يا أمورة. لا ريحتها غير شكل. بتعرفي صايرة عندي إدمان على فنجان قهوة بعد الأكل؟ قهوة بعد الغداء؟ إذا ما بشرب براس بيفج علي. أنا عندي فنجان يعني، بس أنا بيجعني راسي إذا ما شربت النسكافيه عند الصبح. أكيد هذا مفروغ منه عالريق. والله يا أميرة بمسوها عالريق، بيقولوا إيه معودين. حتى بشهر رمضان المبارك لما أول ما ببلش رمضان بفيق على السحور أكتر شي مشان أشرب النسكافيه. لا أنا بوقفه، بس حذري شو بعمل قبل 10 أيام ببلش وقف قبل بعشر فيها. يعني راسي ما اتضيق برمضان. والله يا أميرة أنا أول يوم رمضان بفيق بتسحر نسكافيه، تاني يوم طبعا بعد السحور يعني بتسحر وفنجان نسكافيه، تاني يوم تالت يوم رابع يوم بوقفه أوتوماتيكيا، أنا بوقفه وحياة الله. بس لحالي يعني، ما أنه لا أنا بدي أجبر حالي وخلص وما. لا لا لحالي خلص ما بقى يجي عبالي، يعني بفيق من النوم نعسانة. شو بك؟ من مين هربانة؟ من مودو. من مودو ولا من رزان؟ يا عمري دخيل الله الخلق البنوتات يا رب. والبريق الشاي كمان غلي. يي لومي يا سحاري غلطة. فإذا هديك الأولانية ليكو من أول ما نقلت إيه والله لهلا ما بعرف بخربت بيناتهم أميرة. لا يمكن هاي أميرة، هاي أول وحدة. إيه أحلى شي تطلع منها هي كمان يا جرستنا. هي عم تأسقسيهم صغار هن جايين هيك. والله يا اميره احيانا احيانا بتجي القرفه منيحه، احيانا بحسها بتجي بالسوبر ماركت مكسرين، فيا اللي بشوفه قدامي هيك نحن نكسرهم يعني. ايه والله بس زياده. ايه شايفين، انتم شايفين حجم بريق الشاي، انتم منكم منا مبين الكاميرا الحجم. بسم الله ما شاء الله. هيدا الشاي لكي شايك منيح؟ ايه منيح. يعني دغري بيعطي لون، بيعطي لون وطعمه طيبه. يلا والفواكه صاروا جاهزين وكله صار جاهز، لكن بنحضر وبنقعد قعده وحده. صحيح لك ريتو صحه وهنا مطرح اطيب مطرح ما يسري يمري. شكرا. يا حذركم هيدا شو انمسح الصحن على فكره. مش بس مرت عمي، كل حدا اكل سقفه. طيب دحليه ريتو الف عافيه. دحليه طيب. هيدا تمر بالجبنه. تمر بالجبنه يلي بينعمل مع الجبنه الشغيله، ما هيك يا مرت عمي؟ ايه الجبنه الشغيله الحلوه. شغاله، جبنه شغاله. يا سلام على هالفنجين الشاي والقهوه. بيتقدموا لملوك مثلك يا مرت عمي.
سلم بيتي تسلمي لي يا ليلى كل الذوق حبيبة قلبي. لك كيف صفصفتهم حياتي هيك كان هيك انتوا لو تشوفوا انا كيف جبتهم فوق بعض. الصينية ما بقت ساعة. انت ليه عم تتعذبي وانت بتصبي؟ انا بدي اعبي فنجان لقلي وانتوا بتصبوا. اه يعني ما راح تعبي لنا كلنا. ما تطوعني قلبي حرام يلا كبيرة وليلى اختار يلا يلا. ما راح تعبي لنا كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. يعيشوا هالديات. نعم. بيحكي قهوة القهوة قوية. معنى طيب. أنا سانسيك. سانسيك. سيلفي بلي مدام. تكرم عينك مدام لا يكون شايف. As you like سانسيك. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. شو شايت؟ افيك سكر اميرة. شو شايت؟ افيك سكر اميرة. الحلو بده حلو. أول شيء كفي ليلى اعملي معروف. شوفوا لون الشاي. هيدا صلى على النبي. شايت مصليين على الحبيب المصطفى. عن جد عن جد. إلا نشرب شاي بعدين قهوة صح؟ أنا بديش قهوة بالأول. يلي اللي بده قهوة معي يرفع إصبعه. عن جد ما تعمي ليش لما تكون عندي عمو حبيبتي تعملي شاي بعد الغداء. عمو حبيبتي هون بتشربي قهوة. كرامتي هون بتشربي قهوة. شفتي بشرب شاي شي كرامتك بعمل شاي. أمينة؟ والله العظيم. أمينة. نعم. اللي بده يشرب قهوة معك يرفع اصبعه ويحط لايك. مين بده قهوة؟ يحط لايك. ايه كله بدو كله على القهوة شوي. لك برافو برافو برافو. عملت لك يا مرت عمي قنينة مي حطيت لك فيها ثلج والرزق الوفير سلم ديتك ريتو الف عافيه. انا عطشانه يا مرت عمي. انا بعرف بعد الورق عنب ليش الواحد بيشرب شاي. سلم ديتك يا ليلى. ليش بنحط بريق شاي مليان للبوز يا حبيبتي؟ انت مش هتشربي انت بريق شاي لقلك ولا خليك. هلا هيك صار. انا ما دخلت. الف عافيه. انا شربت 2 قهوه بس. صحه والف عافيه. بدنا نشوي عرينيس شو رايك؟ والله شوي طيب. هلا بنت عمنا انا وياكي يعني اخت ازواجنا الله يسلم دياتها جايبه معها عرينيس جايبه هن الهول العرينيس اللي عبالي نشويهم بقلب الموقد يا اميره. ايه ليش لا؟ يعني تذكرت ما تخيلت خيلت تسلقيهم بس ما تخيلت تشويهم. لا تذكرت ايام الضيعه ام حسين الله يوجه لها الف خير بس كنا نروح لعندها هي عندها حقله إيه. فكانت تقطف العرانيس من هون وتزتهم بالموقدة من هون يا اميره بيطلعوا غير شكل. يلا هلا بندوق لكن هلا اجوا حليبات ولك يسلم هديت هول الحليبات هلا طازه فريش والله اصلا سخنين ها بسم الله دوسنا الله يبارك هلا محلوبين هلا هلا ما شاء الله. بدك حليب؟ اي والله ما بقول لا يلا هيك والله طازه فريش. اميره بتعرفي شو صايره عم بعمل؟ عم جيب الحليب طازه وعم بغليه وعم روبه لبن لبن الزبادي. خي عن جد بتحسي حالك عم تاكلي شيء طبيعي. سمعت خبريه اخر فتره انه اللبن واللبنه اللي بيعملوها بالمعامل وهيك مش بكل المعامل طبعا يعني بغشوا بيحطوا فيها مواد اللي بيستعملوها بالدهان بيشتروا من محلات الدهان الاشياء اللي بتتقل ما بعرف شو هي بالتحديد بس عن جد شيء خطر كتير فقررت خلص بقى يعني ما بقى تشتري لبنه باذن الله طالما في عنا هون مواشي و... ليش لا اذا فيك تامني كل يوم بقى في حدا في ما فينا نامن كل يوم لا بس حبيت في حدا هون اميره عنده بقر قريب علينا فساعة البدنة بيحكي معه هادي بيقول له جيب لنا سط الحليب احنا بنعطل هم كيف بدنا نجيب حليب ايه بالبلد صعب ايه؟ صعب لا بس هون امن على حليب ساعة البدك انت بس خبريني انا بامن لك ان شاء الله ما شاء الله الله يبارك ليكو هول العرانيس يلي حنشويهم هلا بقشرهم يعني العرنوس بنشيله هيك مثل ما هو ومنزته بقلب الفحمه وبيستوي قلبه من جوا هلا بتشوفه من بعد ما يستوي بتشوفوا كيف بتطلع النتيجه تطلع كأنها مشوية بدون قشر بس بتكون محافظة هلا بتشوفوا كيف احلى الحليب بس يكون طازه وفريش ما شاء الله هلا اميرة رح اغلي لك السطل بتاعك كمان مع بعضهم تخديه مغلي وجاهز ما بيضاين قولك لننزل على البيت بخاف انا ما يضاين لانه طازه وفريش وساخن طيب يلا ماشي ما شاء الله اللي علي هالولاد بعضهم عم يلعبوا تبارك يغسل العين سخنين ايه ما شفتي دسنينهم دوس الطنجرة ايه الله يبارك سخنين يلا هلا بنحملهم على الغاز بسم الله الله تعرفي اميرة
بحب هيك اعمل كل شيء على ايدي. عم فكر يعني بلش اعمل زبده شمس العين عنك. بحب هيك الاشياء النظيفه شغل البيت. بعرف انا شو من بدايتها لحد ما نحطها على السفره ونحطت قدام عائلتي قدام اولادي. بحبكم انا مطمنه انا شو حطيت. يعني مثل ما قلتي اذا اللبنه عم نكتشف انه عم يغشوها بهيك شيء. لا اثبت لك اذا بتعرفي تعملي هالقصص ومعكي وقت وهيك ليش لا. اميره انا من الاساس الي مرق بهيك قصص بس ما كان في حدا حدنا انه عنده حليب طازه وفريش ويعني اطمن اني اعرف جيب. بتعرفي كنا ساكنين بالبلد وبنايه وطابق لا صعب صعب نوصل للحليب. ما في مواشي ما في غنم ما في بقر ما فيني احصل انا على حليب طازه. شفتوا حبيب قلبي لما كنت اطلع على الضيعه كانت اعمل لبنه مكعزه شنكيش ضيعه حياه ثانيه كل شيء. ليش؟ لانه هنيك فيه فاطلع اجيب. بس لما انا بجيب معي وبيخلصوا لانه بنطلع قليل على الضيعه مثل ما بتشوفوا. بقيت الايام شو بيطلع حد يشتري من الشتوية ويجيب من المحلات. فلا الحمد لله. لا برافو عليكي والله انا بشجعك يعني اذا هون موجود تمام. هلا هون كل ما تيجي اميره بنطلب لها عن جد بدي وصيكي من هلا. انا هلا اخذت سطل حليب لانه اولادي كثير بحبوا حليب البقره على فكره يعني بيشربوه هيك كثير منيح. ورز بحليب عن جد رز بحليب لبن. هذيك المره عملت طنجره مش عملت اميره جبت طنجره حليب سطل واحد حطيته على الغاز غليته منيح ليتعقم. رجع من بعد ما طفيت النار تركته ليصير فاتر يعني بتحطي اصبعتك الصغيره ما بتحتملي بتحمل الحراره. حطيت شوية روضة لبن زبادي وحركتهم وغطيتهم لفيتهم بحريش سميكة تركتهم للصبح. فقت الصبح تبارك الرحمن اللبن كأنه قطعة جبنة ما شاء الله. قلت له لهيدي جبنة كم كيلو كوسة يخذي اللبن. أنا بتعرفي هيك لبن بحب أني أكله هيك يعني أكل ما أطبخ فيه لأنه بتحسي أنه لبن يعني طيب. صح عرفتي اللبن طيب انا بحط له عليه زيت وملح. يسلم تمك. اول ما بتروقوا اللبن خاصه اذا على ايدكم بتحبوا هيك تشيلوا قشطه قشطه. هلا ما نحكي هلا رح نخلص. فشجعوها لاميره تضلها تجي لعندي لو بالويك اند. انا بعذرها لانه مثل ما هي اولادها مدارس انا كمان اولادي مدارس. صحيح. بس تجي بالاسبوع مره وإلا مني سطل حليب. حلوة هيدي حبيت انك سطل حليب. حبيبة قلبي اللي انت بتخدي مخلي. تسلمي لي يا رب. ما تعملي بعد قاعدة برا على فكرة قاعدة مع أولادها كثير مبسوطة ونحن كثير مبسوطين انه هيك جو عائلي حلو يعني. صحيح بطرابلس يعني هن دائما بزوروها دائما مع بعض بس هون خلص الواحد باله فاضي. صحيح ما في شغل. وغير هيك الاولاد يعني بمكان العشقه تبعيتهم بعيده عنا ونحن قاعدين بس انه اكيد مطمنين بالنا عليهم. اي والله الله يديم هالجمعه يا رب. امين رب العالمين. الله تبارك الرحمن. هدول سطلين خزلعين سطلين لكنينك ما شاء الله تبارك الرحمن. بس انا قلت لك مرت عمي بجيب لك سطل قلتي لي لا ارضي عم حبيبتي. ليه ما بدك طيب عم حبيبتي بده عيله مرت عمي صارت عم حبيبتي ان شاء الله بحجك يا رب. انا بدي والله بقول لك يا ليلى والله يا حبيبتي ان شاء الله بتاكليهم بس انا هلا رح اعبي لك منهم حبيبتي. انا ساعه البدي فيني اجيبهم الحمد لله. هلا بعبي لك منهم يا رب يا كريم. بسم الله ما شاء الله تقبري قلبي. هلا بتعملي رز بحليب بتروبي لبن تاكلي مع الكعكة. ايه بعدني عم اقول لهم مع القهوة. اميرة ليلى حبيبتي اميرة بلشت مرت عمي. هلا شايفة يا اميرة شايفة مرة ليلى عم تقول مرت عمي غلط اميرة. صحيح مرة اميرة عم تقول مرت عمي غلط اميرة. بس ننجمع انت بتصيري ليلى انا بصير اميرة. الله لا يحرمني هالاسماء يا رب. توبري قلبي حبيبة قلبي. الله يخليكم ولادكم ورجاكم مشاهدينكم متابعينكم كلهم يا عمري انت. بس اسمعي مني بعده بيع الحليب هون ها حبيبتي الله يعوض. خليني اجيب سطل. لا والله لا ما عندي عيلة حبيبتي انت. انا بهالبيت لحولي حط لي قلت معك. طيب بجيب نص سطل ولا شيء ابدا. سلم بيتي انا اخذته اكثر شيء انا ممنونة عينك. ايه في اولاد عندي اولاد الله يخليهم غير شكل وبيتغذوا. الله يخلي لك اياهم يا رب. الله بشربين بالهنا يا رب. الله يهني بيك حبيبة قلبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ما غلو قولك يا مرت عمي. لا عم حبيبتي لا يطلعوا لفوق. اوعي يقول لك عقلك الحليب تشيلي الا ما يوصل لفوق لحتى ما الجراثيم ما بتموت فيه الا لحتى يفور لفوق وينزل هون. بتأمني هون بأمني بتشربي وبتغمضي عينيكي تمام. يعني بعد ما يبلش فوران قد ايه بتركه؟ لا يطلع لفوق بس تشوفي يطلع لفوق تطفي الغاز تحته خلص. تمام
ما بقى في شيء بقى. ماشي. قلبي شوفي بسم الله ما شاء الله، ما بينطفى الغاز لحتى يوصلوا لهم. الحليب لا ينشرب، هلا شوفي بس لا يفور لفوق. هلا هو بعده الغاز قوي كثير. ما شاء الله كان بيكون غاز كثير قوي. هذا حليب عمو حبيبتي انت بده وقت. ما بتعمل بيسألني سؤال. تفضلي. مرة روبت حليب عم حسيت الطنجرة احترقت لبقت شوي. اجباري. ليه؟ اجباري لأنه الحليب بيرقد. بيكون جاي طازة. ما لأني عليت الغاز عليه. أما قالوا على جبانة بده يفور، إذا ما عليت الغاز ما بيفور، ليكي هبلش ها. جبانة بده يعمل هيك من تحت. يعني عادي. عادي. ما عملتش غطة. لا لا أبدا. عادي. ما شاء الله يغزل عينيكي هلا الله يهديك. ليكي لأنه سأل زوجي أنه بتعرفي عم قالوا له لوت الطنجرة مي. اي والله والله هي فكره حلوه. لقلبي ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. لفوق 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 على مهلك كاميرا. لفوق 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 لفوق. هذا الصح. ما بدنا نوسخ له. هذا الصح يغزى العين. هذا الصح ما شاء الله. خلي خلي يطلع لا يطلع خلي لا تخوفي. بدي ضل عم يطلع هيك. لكن لكن لحتى ابدا لا. ها ما شاء الله يغزى العين. مرت عمي هلا هلا اطفيها شاطره. هلا فرن الغاز بيتحمم. لا خلص بسم الله. هذا هو ما شاء الله. هيك الحليب اذا بده ينشرب لا لا وخلص هيك. هلا منأمن بتلملم اشكال والوان البقره الحيوان تبعها عشان هيك بنغلي كثير حتى نتاكد من نظافته حبيبه هلا بتشربي بتشربي اولادك وبالك مرتاح. اي والله ليكو رجع نزل نرجع نزل طبيعي. هلا شو بيعمل مصريكي سبتي سيتو لايك. هلا بيعمل قشطه يمكن. هلا بيعمل قشطه هالسمن وصفره يغزل. بتعرفي اميره متذكره مره لما طلعنا على الضيعه طلعنا نحن يعني انا وزوجي وولادي لحقتنا مرت عمي بس هالحكي قديم. هلا مرت عمي ابدا ما بقى تطلع على الضيعه فقلنا بدنا نعمل اكله هيك سهله وسريعه ما لقينا الا الصفيح بالخبز. شو بيبقى حد الصفيح؟ لبن. انزلوا يا هالرجال جيبوا لنا شيء صوت اللبن من الضيعه. نزل زوجي كان زوجي وكان سلفي الثاني فنزلوا جابوا صوت اللبن على وشه قشطه. هلا شو قالوا هني؟ قالوا شيلوا هالقشطه ما بدنا اياه. قلنا انا ومرت عمي لا انا بحبها بس انا بدي اكل وش الحليب. ليكي اميره هلا بس في برود على بكره ما شاء الله واذا كان عندي بقص كل الوش بحط التبسه ورشه سكر خفيفه. يا سلام بالخبزه والله اطيب شيء بكلها بالخبزه. عطيت لك كنافه اميره خاصه سخنيها للخبز شوي. الخلاصه كلها بهيدي القشطه. ليلى واللبن كل الغذاء تبعه بيقعد على الوش. مزبوط. كمان بقص الوش وبيكله مثل اللبنه. فوالله يا أميرة شلنا وش اللبن أنا ومرت عمي ورحنا عجنب هيك لحالي راسي وراسه حطينا هالخبزة أي صفيح وأي مدري شو صحن وش اللبن وبس. ليلى حبيبتي بعدين لكي هالحليب أنواع. مزبوط. هذا الفصل هذا الفصل هيدي إيام الحليب ما بيصمد لبن كتير. صحيح. بضل اللبن رخو. فهمت علي؟ فهمت عليك. كل موسم الحليب بيطلع غير. يعني قصدك بالشتويه بيصمد اكثر. صح. وبالصيفيه بيخف. يعني لو بتعطي سطر الحليب لبن لبنه ما بيصمد لك. تقلكم شو قصدها مرت عمي؟ مرت عمي قصدها يعني هلا هول الحليبات اذا نحن عملناهم لبن وجينا لنقطعهم لبنه بيعملوا لنا شوي. صح. بالشتويه اذا قطعناهم لبن وعملنا لبنه بيعملوا لنا لبنه كثير. صح. ليش ليلى الحيوان البقر مذروب مطبوب متخبى بالشتوية ده محافظ على الغذاء تبعه بس ما بتقولي قليل الحركه قليل كل شيء. ما بتقولي يا مرت عمي لانه بالصيفيه كمان هذا الحيوان يعني بيطلع وبتشمس. عم حبيبتي لو كان بياكل حشيش اخضر حشيش شو بيعمل للمعده؟ الاكل كله الخضار شو بيعمل؟ معناته ما بيعمل كثافه للحليب. الشتوية بياكل تبن ناشف. التبن ناشف بيعطي قوه للحليب. فهمت عليك. حليب بيجمل والله معلومات مهمه. معناتها اذا بدكم عن جد تعملوا البان واجبان استغلوها بالشتويه. اكيد اكيد. شايفين العرانيس المشويه؟ بسم الله وما شاء الله شكلها بشهي. هلا صار مارق وقت كتير لبين ما اكلنا وتغدينا الورق العنب لبين ما نشوي العرانيس بس عن جد شكلهم غير شكل والطقس اكثر من رائع. لك انا خلص فين بدي روح يا عمي حبيبتي. انه ليش الوقت بيركض؟ والله العظيم بسطت كثير. ان شاء الله فرحه ولادك يا رب ولادو هالبيت عامر حبيبي. وكل مره بتروح من هون
بحس بغصه. اما حبيبتي بدنا نروح على بيتنا يعني. يلا لما معكم يلا مشي مشي بدنا نروح على بيتنا. عم حبيبتي بدي بيتي بس عن جد شو انبسطت وأميرة بتروح على بيتنا عن جد كثير انبسطنا. اي والله والحليبات بردوا هلا رح ابي لها اياهم لاميره. اي اذا بتريدي البطل يلي جبناه فيه. عن جد النهار مرق هيك ما حسينا فيه. الله يعطيك العافيه ويقويك. لا وانتم كمان الله يعطيكم العافيه. عن جد والله ما هدي وما هدي ابدا. يلا كلياتنا مع بعض. ساعه بتجلي ساعه ما بعرف شو. عن جد يعني بس مبسوطين مبسوطين الحمد لله رب العالمين. الجو حلو. الله يديم هالجمعة علينا يا رب. امين يا رب. امين ان شاء الله بالافراح يا رب يا كريم. حبيب يا قلبي طول لي بعمري حبيب قلبي. انا رح انهي الفيديو هون. بتمنى بكل قلبي يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم كتر اللايكات. اكيد كمال الحجه محمد ما كرمال ليلى. لا لا حرام ليلى. طيب وكمال الحجه شو بكم بليلى؟ لا ما هي ليلى الاصل. انا منين بعرف والله انت الاصل حبيبتي. انت انا منين بعرف لو بيجي انت يا حبيبه قلبي. الله يحن عليك يا رب. وعاوني بس على زر الاشتراك تنكبر هالعيله حلوه اكثر واكثر. واخر شيء بدي اقول اني بحبكم كثير يا احلى عيله بكل اليوتيوب. ملتقانا بفيديو جديد باذن الله. باذن الله. باي. انه كنتم فاكرين رح اختم الفيديو بدون ما فارجيكم التينات. لا اكيد رح فارجيكم اياه. هلا شايفين هبه الريحه هنا ريحه التين المجفف. بسم الله وما شاء الله. لا انا حبيت النتيجه. لك تجربه حلوه يعني تلاقيها. انه بتعرفي هيدي كثير جاي على بالي اعمل بندوره اعمل باذنجان. اذا رخصت الكوسه بحط كوسه. بس لك بتعرفي ليش اكلوا وقت أداة والله حسيت انه يعني 12 ساعة 12 ساعة 12 ساعة لكي هول الوردات خرجيني. انا قلت له لهيدي اعمل لهم سلايزات بس ما كان يرد علي. بدك تدوق لنشوف. ايه دوينا. ما انا ناطرتك كنت قلي تفضلي يا مرتي. هاد شايفين منظره؟ لتاخذ الكاميرا فوكس لافتحها فرجيكم قلبي. بحب يعمل الشكل اللي بده اياه بالنهاية يعني. هيدي هلا يعتبر هيدا جاف. ايه مجفف هيدا يعني هيدا بيضاين. ايه بيضاين. حسي لسه كأنه طري. لا والله طري شوي صغيرة بس جاف. هيدا مجفف خلص. ولا يمكن لأنه تين. ما هو ليلى بتعطي هيدي بس تطفيها بتعطي رطوبة إذا كان فيها شيء فيها شيء رطوبة. لكن مجفف هيدا ها كثير جافة. لكن ما بتنخزي. والله. جافة على الآخر. بس بالأكل طرية. كان هي هي النتيجة. ترقبوا لقدام رح اعمل كتير اشياء. بس انا بعتقد كل مكون بياخد وقت غير التاني. ايه اكيد التين شي والبندورة شي الفريز شي كيوي وقت تاني. كل مكون او كل شغلة بتاخد وقت غير. فينا رتبهم ولا فينا رتبهم بنحفظهم بقطرميز ازاز وبناكل فواكه مجففة صحية والله رخيصة. أنا أول مرة بحياتي بجفف يعني بس نتيجة ناجحة. آه.